تحدث المكلف بالإعلام على مستوى الفاف صالح عبود عن الإقصاء المر الذي تعرض له المنتخب الوطني من مون ديال 2022 ضد الكاميرون. وصرح عبود لقناة سيف ريلاكسبرت على اليوتيوب أمس الثلاثاء: الإقصاء ضد الكاميرون لم يكن في نطاق كرة القدم. وأضاف عبود: نحن مقتنعون بذلك وسنتحدث مستقبلاً عن القضية وأنا أعي ما أقوله. وتابع عبود تصريحاته: الفاف لن تتلقى أي رد بشأن إعادة مباراة الكاميرون، ولو تلقينا أي رد كنا سنعلن عنه.